الإسلام يبقى ده يمثل الشعب في مؤسسة الدولة. لكن يقدر ينازع على مجلس جبان. إيه السيناريو اللي ممكن حد يطرحه عشان نخرج من الأزمة؟ أن يتحمل الجميع مسؤوليته. السؤال الموجود الآن في الساحة المصرية: من قتل المصريين بشكل واضح؟ وهذا سؤال بلغته لي النائب العام الآن، لكن هذا السؤال يجب أن تجيب عليه قيادة المخابرات العامة المصرية، قيادة المخابرات الحربية المصرية، وزير الداخلية، أجهزة الأمن الجنائي، أجهزة الأمن الوطني. كل هذه الأجهزة تكون في محل اتهام إذا لم تجيب عن هذا السؤال: من قتل المصريين أمام مسبيرو 25 مواطن مصري؟ من قتل المصريين في شارع محمد محمود أكثر من 45 مواطن مصري؟ من قتل المصريين أمام مجلس الوزراء؟ الحديث عن يد خفية والحديث عن طرف ثالث لم يعد مقبولا، ولابد على المجلس العسكري أن يتحمل مسؤوليته. المجلس العسكري هو المسؤول مسؤولية كاملة عن هذه الأحداث التي تدور حتى الآن. أن يخبرنا المجلس العسكري أن هناك من يريد حرق مجلس الشعب، هذه مسؤوليته. كيف يجب أن يعلن من الذي كان يريد حرق مجلس الشعب؟ دكتور حضرتك سمعت من ترك المجمع العلمي يحترق عبر ساعات وايام دون ان تتقدم سيارات الاطفاء لاطفاء؟ هذه مسؤوليه المجلس العسكري. حضرتك سمعت البيان؟ لا، انا لم احضر او لم استمع الى بيان المجلس العسكري، لكن نحن ننتظر لا اعتذار ولا لكن ننتظر اعلان قائمه المتهمين بالقتل. لو تم اعلان قائمه المتهمين بالقتل في احداث مسبيرو ما وصلنا لما وصلنا ليه اليوم. لو تم اعلان قائمه المتهمين بالقتل في احداث محمد محمود ما وصلنا للي احنا فيه اليوم. لن ننتظر حتى تكون في قائمه شهداء جدد حتى نتحدث عن من وراء هذه الاحداث. هل انعقاد مجلس الشعب هيخلي البلد تستقر الى يعني تستقر؟ لان في كلام بيقول ان مجلس الشعب مش هيمنع المظاهرات. هل راي حضرتك ايه؟ يعني حين يكون لدينا برلمان معبر عن هذا الوطن ومنتخب انتخاب حر، يجب ان يباشر من اليوم الاول صلاحياته كامله التشريعيه والرقابيه. الرقابيه تعني التفتيش على الاجهزه الامنيه، التفتيش على الاجهزه التنفيذيه، اتخاذ قرارات سحب ثقه من اي مسؤول كبير او صغير لا يقوم بواجبه نحو هذا الوطن، اعلان حقائق امام الشعب المصري. التشريعيه تعني تعديل قانون محاكمات عسكريه، تعني يعني تعديلات تشريعيه تجعلنا قادرين على محاسبه، تعني قانون سلطه قضائيه مستقله، لاننا حتى هذه اللحظه لم نقتص لدماء شهداء 28 يناير. وبالتالي ان نكون امام سلطه قضائيه مستقله تباشر اعمالها دون تدخل في شانها ودون وصايا عليها، هذا ما يجب ان يحدث حتى نبدا قدرتنا.